من جهته قال الفريق محمد بدر ناصر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي أن زيارته إلى محافظة صلاح الدين تأتي للوقوف على حاجتها للدعم من الحكومة الاتحادية لمواجهة أي طارئ، مبينا أن اللسان هو القيمة العليا بالنسبة لنا. بتوجيه من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الداخلية وكالة الدكتور عادل عبد المهدي المحترم، تم توجيه لجنتنا لجنة الطوارئ لزيارة محافظات العراق ابتداء من محافظة الكوت ثم ميسان ثم البصرة ثم ديالى، والآن نحن في صلاح الدين للاطلاع على واقع الخدمي وتأمين كل جهد الدولة للحفاظ على الإنسان الذي يمثل القيمة العليا في دولة العراق الاتحادي. الحمد لله تمت المناقشة والتوجيه مع الأخ نائب المحافظ والأخوة القادة في محافظة صلاح الدين العزيزة حول إمكانية تعزيز ودعم جهد المحافظة في مواجهة أي حالة طوارئ قد تحدث لا سامح الله في هذه المحافظة أو في غير محافظة. قمنا شخصيا بزيارة إلى سد سامراء والاطلاع على مناسيب المياه، ثم قمنا بجولة زرنا فيها معسكرات التي عدتها المحافظة لغرض إيواء النازحين في إذا ما حدث لا سامح الله أي حالة من الحالات الطوارئ التي قد تتعرض لها هذه المحافظة بسبب أو آخر. إن شاء الله جهد الدولة جاهز ونحن حاضرون، وسندعم المحافظة بكل إمكانيات جهد الدولة المركزي بتوجيه من دولة السيد رئيس الوزراء.